شو بتقول الأفلاك لمواليد العذراء بالأسبوع الأول من شهر تموز جولاي 2023؟ يا عزيزي، بتعزز أوضاعك جدا ببداية هالشهر، ولو أنه أول يومين بحملوك مسؤولية أو بعرضوك لبعض المواجهات، مطلوب منك بهالأسبوع أنك تضلك متحفز وتضلك متحفز ليوم الاثنين الثلاثي، لأنه بهالوقت تشرف أنت على فترة أفضل 100%، توقع بين الاثنين الثلاثة والثلاثة أربعة بأحسن الأيام، لأن ميركور والشمس الموجودين بالسرطان مع القمر بالجدي بهالوقت وإن كان القمر بالجدي بيشكل شوية إرباك للبعض، فأنت بتستفيد من ذبذباته الفلكية للاستحصال على حق لإلك ربما. بس بدي أقولك، إذا كانت بداية الأسبوع جيدة ولو حملتك مسؤولية، بدك تحاذر من يومين كتير معاكسين يمكن يحملوا بلبلة عامة، هن الجمعة 7 والسبت 8. بهاليومين لازم توقف على الحياد. كيف؟ إذا طرقت مشكلة، صار في أي موضوع، صار في ناس عم بيختاروا أو ناس عم بيستشاروك، أنت قول ما بعرف. كلمة ما بعرف كتير بتريحك من بعض التبعات. وقف على الحياد بهاليومين، أو حاول أنك ما تحشر نفسك بقضية ما بتعنيك عزيزي العذراء.